بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا بكم أعزائي الطلبة والطالبات في فيديو جديد من فيديوهات النهاردة. هناخد عندنا كلمات الدرس الثالث في الوحدة الثالثة. هننهي بقى الوحدة الثالثة بإذن الله عشان نشتغل على شهر 12، طبعا ناخد الوحدة الرابعة ونبقى كده خلصنا وحدة. أول حاجة أنبلوج. بلوج يعني مدونة. أنبلوج، أنكارني، كارني كراسة صغيرة، وسكتش، ان ديغيزمون، كونسير، كونسير، ادوليسون، ادوليسون، ادوليسون. بتختصر بكلمة ادو. اسبيراتور، اسبيراتور، مورسو، مورسو، ارجون دو بوش، ارجون دو بوش. لو باسي، لو باسي. ان بليزير، un plaisir. Un spectateur, un village, un horaire, un compte, un contrôle, le monde. كلمات المؤنث in croisière, in croisière, in promenade, in vitesse, in arrivée, in arrivé, in histoire, in le prairie, in quiche, in soirée, la plongée, la plongée, in sortie, in table, in tâche, in réunion, in action, in préparation, in répartition, répartition, in décoration, la majorité, gagner, décorer, passer, apporter, raconter, préparer, déguster, goûter, déguster, goûter. Participer à, participer à. Ouvrir, عارفين ان ouvrir و découvrir افعال مجموعة ثالثة بس دايما في المضارع بتتصرف زي الاولى. Partir, perdre. S'amuser, se réunir. Accompagner, accompagner. En installer, décider, décider, si terminer, se déguiser, si cobédo, si cobédo. Mignon, déguiser, passer, fatigueux, improviser, jeune, dernier, mieux, enfant. Aujourd'hui, tout, tard, dernièrement, il y a, hier, avant-hier, mettre la table, faire la cuisine. Le passé composé, يعني الماضي المركب، واحنا تناولنا بالشرح والتفصيل على القناة الماضي المركب بأكثر من طريقة، وطبعا هنزله فيديو جديد خاص يعني احدث حاجة في الماضي المركب عندنا السنة دي طبعا في مراجعات. لو باسي كومبوزي يعني الماضي المركب، وكلمة باسي يعني مرة او انقضى او فات، وكومبوزي يعني مركب. بيستخدم الماضي المركب لسرد احداث تمت وانتهت في الماضي، يعني خلاص ان الحدث قد قضي وانتهى. في كلمات دالة على الماضي المركب comme hier زي كلمة hier، avant hier، avant hier، passé بس يجي قبلها اسم طبعا يدل على الزمن، il y a بس يجي بعدها اسم يدل على الزمن، dernier، dernier، و on زائد سنة فائتة او عام فائت سابق يعني. طيب الباسي كومبوزي زي ما انتم عارفين بيسمى الباسي كومبوزي لانه بيتكون من باسي يعني حاجة مضت، كومبوزي عشان هو مكون من ايه؟ من شقين، من فعلين.
فعل مساعد وفعل في المصدر، بيكون من اتر او افار، والاثنين دول ما لهمش معنى. اتر او افار وليس لهما معنى في هذا الزمن، يعني ما لهمش معنى عندنا. اوبريزون في المضارع، يبقى حصرف اتر وافار في المضارع، واحنا عارفين تصريف اتر اللي هو جي سويتي الى الين وسون وزات الى السون، وتصريف افوار جي تي ا الى الان وزافو وزافي الى الزون. وهجيب بقى من الفعل الاساسي بتاع الجمله اللي انا هترجمه، هجيب منه حاجه اسمها البارتيسيب باسي اللي هو اسم المفعول، او عامل زي التصريف الثالث كده في الانجليزي، ها بارتيسيب باسي. وده البارتيسيب باسي هو الاساس والعصب بتاع الترجمه بتاعتي اللي انا هترجمه، بس هترجمه في الماضي. طيب لو باسي كومزي بيتكون من اتر او افار زائد اسم المفعول من الفعل. طيب ازاي اجيب البارتيسيب باسي؟ ازاي انا اعمله؟ هل بارتيسيب باسي بيتصرف مع جو غير تي غير ال ال نو فو كده زي البريزون زي المضارع مثلا؟ لا، البارتيسيب باسي سهل شوي بالذات في المجموعه الاولى والثانيه. اول حاجه بعملها ان المجموعه اللي بتنتهي باو ار بحذف الاو ار وبنضع او اكسنت جاي او بنضع اي، يعني زي ما بنقول بارلي، ها بارلي، جوي جوي، إيمي إيمي. يبقى كل اللي عملناه شلنا الاو ار ووضعنا النهايه عندنا في الجمله اللي قدام. طيب بالنسبه للافعال بتاعت المجموعه الثانيه وبعض افعال المجموعه الثالثه اللي هي بتنتهي باي ار، هنشيلوا الار بس، زي فينير فيني، فينير فيني، بارتير بارتي، دورمير دورمي. هتلاحظ ان فينير ده مجموعة تانية، لكن بارتير ودورمير دول مجموعة تالتة. طيب عندي شواذ بقى للقاعدة دي، افعال بتنتهي برير رير، شيلها خالص، حط او ار تي في الاخر، زي اوفرير يفتح، اوفرير يقدم، سوفرير يتألم او يعاني. طيب افعال بتنتهي باي ار قبلها حرف ان، الغالب فيها ان يكون قبلها حرف ان، فبحذف الاي ار ونضع اي اللي هي الاي عندنا، فينير فيني، تينير تيني، كورير كوري. جميل قوي التقسيمه دي، معقوله يعني وكويسه. الافعال اللي بتنتهي بدي ار او بس ما تكونش مجموعه براندر، هشيل الار او واحط اي، زي باردر يخسر، فوندر يبيع، التوندر ينتظر، انتوندر يعني يسمع. طيب افعال بتنتهي باي ار او بس مش كلها طبعا، بحذف الار او واحط تي على طول، فير في، دير دي، اكرير اكري، كوندوير كوندوي. طيب هنا خد بالك بقى، باردر 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 يخسر، ياخذ، خلنا باردر، لكن احنا هناخد براندر دلوقتي. براندر براندر، شيل الخمسه الاخرى وحط اي اس، ومجموعه براندر كلها كده بقى، مجموعه براندر كلها كده، يعني مثلا براندر وكمبراندر وابراندر وسير براندر وربراندر، كل دول بشيل الخمسه الاخرى من الاخر كده وانا جاي، ها من الاخر لحد ما اوصل لحرف الاو ده اهو اللي قبل الان، احط اي اس. لير طبعا بتبقى لي، بوار بي، ماتري مي، متر برضه بشيل الخمسه الاخرى واحط اي اس، كوناتر كوني، اتر ايتي، فيفر طبعا بتبقى فيكي، ناتريني، فاكرين ناتريني كنا بناخدها في سنه اولى اما كنا بنقوله اتريني يولد، واقول التاريخ طبعا وياخد لو، السنه كانت بتاخد اون، الشهور كانت بتسبق بام ودو او طبعا اون. الافعال اللي هتنتهي باو اي ار، بحذف الاو اي ار، ولو لقيت في احذفه، ولو لقيت حرف متحرك احذفه، لحد ما اوصل لاخر حرف ساكن. وانا راجع لورا كده، شوف بقى او اي ار وفي ومتحرك متحرك، شططهم كلهم. اتفضل البي ساكن حطت لها اي، بلوفار نفس العمليه، وقفت عند ال حطت لها اي، سافوار او حذفت 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 وبعدين حطيت اي، فولوار وقفت عند ال لان ده حرف ساكن وحطيت اي. طبعا فوار عملت نفس العمليه بس طبعا ما حلتوش الا الفي فسبتها له. افوار طبعا لما جيت لقيت كله هينحذف، فروحت انا حتى مغير الا ب عشان افرق ما بين حرف الجر او طبعا وما بين اسم المفعول طبعا من افوار اللي هي او. طيب هنا بيقول لي هات اسم المفعول من الافعال اللي قدامك، هنكتبوها وانت راجعها بسهوله ان انت تجيبها عندك يعني، وهوريها لك وانت بقى راجعها مع
طبعا الافعال دي بعد ما تكون حفظتها. هنا ده حل التمرين زي ما قلت لكم قدامنا، هراجعه كويس قوي واخد بالي منه، ولو في اي حاجه قولولي في التعليقات. الافعال الاكزيلياغ بقى، الافعال الاكزيلياغ هي الافعال المساعده او الفعل المساعد. هو ايه؟ احنا بنقوله تاني، نرجع نقول مع بعض ان الزمن ده بيتكون من اتر او افار زائد اسم المفعول من الفعل. طب خلاص عرفنا بنجيب اسم المفعول ازاي، سواء مجموعه اولى او تانية او تالتة. طب امتى بقى بنضع اتر وامتى بنضع افار؟ قالي خلي بالك بقى كويس قوي، ويا ريت تلجأ بكل الطرق لان انت تركز على الحاجات دي، لان سؤال الماضي المركب بيجي في اكتر من ركن في الامتحان. عندنا افعال اللي بتسبق باتر الافعال ذو الضميرين كلها. كل الافعال ذو الضميرين على حسب منهجنا احنا، بعيدا عن التطورات الاخرى، جميع الافعال ذات الضميرين بتسبق باتر. طب اتر بنضعه فين؟ ما بين الس وما بين الفعل. خلي بالك، ها شو بقى، جو مي سوي ليفي، ما هو ده فيرب ليفي، ينهض. طبعا احنا حولنا الس مع جو الى مي وحطيت فيرب اتر، وبعدين ايه، ها زودنا او، يبقى بنضع اتر ما بين الضمير سو وما بين اسم المفعول من الفعل الاساسي في الجمله. جو مي سوي ليفي تو يعني انا نهضت مبكرا. السي بروموني او بارك هو تنزه في الحديقه. يبقى دايما المساعد اتر يسبق مين؟ يسبق اسم المفعول. ومين اللي يسبق اتر؟ ضمير المفعول الثاني اللي هو سو. طبعا انا بغيره على حسب الفاعل. يبقى الف زي ما قلنا الافعال ذو ضميرين. امال ب هي ايه؟ هي الافعال ال 14 ومشتقات. يعني ايه الافعال 14؟ افعال غالبا بتدل على الحركه، وهي انتري وسورتير. انتري وسورتير العكس بتاعها يعني. أريفي بارتير، أريفي يصل، بارتير يرحل. ألي فينير، ألي فينير. ناتر مورير، ناتر مورير. مونتي ديساندر، مونتي ديساندر. تومبي، تومبي. باسي ريستي، طبعا خدت بالك عندي ريستي، وطبعا ريتورني. دول أفعال 14، ورونتري وريفينير دول خد بالك منهم كمشتقات. طب تاخد مثال، جو سويز علي او سينما، انا ذهبت الى السينما. شايف، شايف هنا سوي فيرب اتر عشان فيرب علي من ال 14. الي فيني دو فرانس يعني هو اتى من فرنسا. احنا اتفقنا مع بعض ان اتر وابار لا تترجم، ليس لهما معنى، هي افعال مساعده بس بتساعد على دخول الزمن ده ومعرفتنا. جاشيتي ان جولي جان، انا اشتريت بنطلون جينز جميل. لان باقي الافعال هتاخد افار بقى. 14 ذو ضميرين راحوا لاتر، اما الباقي ياخد افار. الى بري لو تران دو لوكسور، هو اخذ قطار الاقصر. طيب في حاله وجود اتر، اتر فعل وصفي. فعل وصفي يبقى هيخلي اسم المفعول، لان اسم المفعول بتعامل كصفه مع اتر. في الفعل ذو الضميرين نضع ضمير سو قبل الفعل المساعد. طب تمام، احنا عرفنا المعلومه دي، جو مي سوي بروموني او بارك، يبقى وضعنا مي. طب تعالى هنا، اسم المفعول يتبع الفاعل في التذكير والتأنيث. ليه؟ مع اتر اسم المفعول بيعتبر صفة لفاعله، صفة لفاعله. أمال أفار؟ أفار ده مش فعل وصف، فخلاص ما أقدرش أعتبره صفة. اتر بس. ها شوف، الي بارتي، ضفنا الاسم المفعول او عشان المؤنث، ضفنا اسم المفعول اس عشان الفاعل هنا الى بيك اس طبعا، او ال. طبعا ال اللي هي البلوريال الجمع. قال هنا ضفنا او اس عشان جمع مؤنث، يبقى هن رحلنا الى باريس. اسم المفعول فو، اسم المفعول فو، ايه حكايه اسم المفعول فو؟ طبعا خلي بالك، لو انا بكلم حد وبقول له مسيو، ده صيغه احترام عايد على مفرد مذكر ما ياخدش تبعيه، لكن مدام دي صيغه احترام بس عايد على مفرد مؤنث تاخد او تبعيه. جان وتوا دي يبقى فو عايد على ايه؟ جمع مذكر ياخد اس. مدام سيداتي دي طبعا تاخد او اس عشان عايده على كلمه مدام، وهنا جمع مؤنث. الضمير او نفس الحكايه، هو عايد على مين؟ على مذكر ولا مؤنث كده؟ توم اموا، توم وانا، يبقى نحن، يبقى دي جمع مذكر خدت اس. ننفي جمله الماضي المركب بوضع الفعل المساعد اللي هو اتر او افوار ما بين نيوبا. ان نو با بارتي بوربري، هي لم ترحل لباريس. نو نافو با بري لو تران، احنا ما خدناش القطار. ف
فخد بالك من الجمل وتركيبات الجمل. بالنسبة للفعل بقى، فعل ذو ضميرين بنضع اتر والفعل اتر وضمير المفعول. شايف؟ مي وسوي الاتنين حطيناهم ما بين يو با، يبقى جو نو مي سوي با ليفي تو، انا لم انهض مبكرا. اسم المفعول مع المساعد افوار ملوش تبعيه. قال هن اون اشيتي ما خدتش تبعيه، هي ابريلو مترو ما خدتش تبعيه. ليه حالات معينه ياخد فيها تبعيه؟ وهنقولها برضو لمجرد المعرفه، لكن ما هوش محل سؤال في الامتحان، ولكن هو لابد تاخده عشان تدرك معاني جمل بتيجي عندك، وخاصه في الدوكومون في القطعه، فلابد يكون عندك فكره عنها. لو المدرس ادهولك او انت سمعته في الشرح فهو معلومه مفيده، ركز فيها قوي واعرف. تعالى فيرب باسي. فيرب باسي يعني هنا بيسبق بآتر بمعنى يمر. عامة أي فعل من الأفعال الـ 14 بياخد آتر. طيب ممكن ياخد أفوال لو تبع بمفعول مباشر، ممكن ياخد أفوال. على رأس الأفعال دول خمسة أو ستة اللي احنا بنتكلم عنهم، احنا بنهتم باتنين بقوة، وطبعا التفصيله دي موجوده في شرح البسيط. ايه هما الاثنين؟ سورتير يخرج وبسيط. طبعا سورتير يخرج دي تاخد اتر، لكن سورتير يخرج شيء يعني تبقى تاخد افار. بسيط يمر تاخد اتر، يقضي او يجتاز او يشغل حاجه تاخد افار. هنا بيقول لي هو بصير بمعنى بتاخد عوار لو كانت بمعنى يقضي وياتي بعدها مفعول به مباشر. هنا بيجي بعدها حرف جر، ففي الحاله دي بنسموه مفعول غير مباشر. تعال نختار يير يعني امس، يبقى دلت على الماضي المركب. مامير افي والدتي عملت. شوف انا بختار ايه؟ افوار زائد اسم مفعول صحيح. اسكو تي ديفون، كلمه ديفون يعني امام، يبقى ده حرف جر، يبقى ماليش دعوه بافوار، انا هروح اختار اتر. تي باسي، فين تي باسي؟ اهي، لان انا بدور على تصريف اتر صحيح بقى. هير امس جي او سينما افيك مونامي، يعني انا ذهبت الى السينما، يبقى جي سوي زالي. اكلر في اي ساعه؟ تي كوشي، انت بتنام. هتلاحظ عندي ان تي كوشي ده فعل ذو ضميرين سي كوشي، فهيبقى تي كوشي. ميزامي اصدقائي اون، وما تاخدش تبعي، قضوا السهر، يبقى بصي. ساميدي باسي يعني يوم السبت الماضي. نو زافو بري لو ديجينير يعني احنا تناولنا، يبقى نو زافو، لان ده فيرب براند، اسم مفعول من براند. قبل كده عايزك تحفظ اسماء المفعول، عايزك تقراهم بعنايه، عايزك تفهمهم. علي ومنى دول جمع مذكر ياخدوا تبعيه اس بس، لان احنا قلنا اسمين مع بعض مذكر ومؤنث ياخدوا ايه؟ مذكر عندنا. داكو ساتا بريميدي يعني هذه الظهيره اللي عدت بقى. نو زافو في، ليه انا اخترت افوار؟ طبعا انا عارف ان ده اسم المفعول من فيرب فير، انا بعتمد على ان انت عارف المعلومه، لانك لو مش عارف ومش حافظ اسماء المفعول وفاهمها كويس هتتلخبط كتير. طبعا انا عندي في ده اسم المفعول من فيرب فير، طب المفروض اختار له قبله ايه؟ افوار، لانه ما بياخدش اتر. الي طبعا مستبعده خالص هنا، لان الي طبعا بيجي بعدها مصدر فعل. غير امس الباسي، بس مش واخده تبعيه بالرغم ان الفاعل جمع مؤنث، يبقى هستبعد سون. طيب يبقى هاخد افوار. ثانيا باسي طالما تبعت بمفعول مباشر ودلت على زمن اهو، ويك اون دي بقى يقضي، تبقى تاخد افوار. تولو موند يعني كل الناس او كل العالم، دي مفرد بيتسلوا في الحفله، يبقى سامي سويل، يعني كل الناس او كل العالم زي ما انتم شايفين مفرد اهي تو لو موند. منى ليفي واخده تبعيه، طب اخد على طول حسين، اخد دي؟ لا اصل ده مش من الافعال 14. اخد دي؟ لا اصل دي بيجي بعدها مصدر فعل. اخد دي؟ لا مش هتنفع، لان لو حطيت افوار مش هتاخد تبعيه. شوف انا قلت اكتر من حاجه وبناء عليها انا بشتغل عليها. يير امس علي ريفيني عاده، يبقى ايه ريفيني دونونت؟ لان ريفيني معناها يعود.
إير أمس مون بير والدي سافر أفواياجي. أنا مش محتاج فوفواياجي، لأن أنا عندي كلمة إير وإير معناها أمس، يبقى ده ماضي، يبقى ده مستقبل مش عايز. طبعا القاضي مكرر، خلي بالكم. فواياج بس دي مضارع، أفواياجي مظبوطة، فواياجي دي مصدر، يبقى أنا محتاج أفواياجي أباري، يعني سافر إلى باريس. هنا بقى لويز، وده اسم بنت، خرجت مع، احنا اتفقنا لو يخرج يبقى الفعل هو اللي قام بالحدث بنفسه، في حرف جر بعد الفعل، يبقى كده الفعل ياخد اتر وهو مستريح. تمام التمام، هناخد اتر بس هناخدها فيها تبعيه، لان لويز ده اسم بنت، فلابد اسم المفعول ياخد تبعيه مع اتر زي احنا ما قلنا مع بعض. يير سوار، امس مساء، مامير والدتي ابا سيل اسبيراتير، شغاله المكنسه. شايف فيرب بصيجه بعده مفعول مباشر، فالمفروض ياخد افوار ما ياخدش اتر. خد افوار ما ياخدش تبعيه. تمام؟ يبقى بصيلة ومعناها يقضي، معناها يمر إلى آخره. طبعا الحاجات دي المهم يكون بعده مفعول مباشر. بصيلة زائد مفعول مباشر يسبق بأفوار، بصيلة زائد حرف جر يسبق بأتر. هنا بقى ما سيغ سو، يعني أختي، ها سو قاعدة فعل ذو إيه؟ ضميري، يبقى أكيد هياخد تبعي. سابيي بوغ أليغ على فات، يعني لبست، تهندمت كده لبست عشان تروح الحفلة. فو اورجانيزي ان كونسير هيير. اه لو خدت بالك بقى ان انا عايز فعل مساعد، طب هاخد فعل مساعد على اساس ايه؟ على اساس الفيرب. الفيرب هنا اورجانيزي، انا مقدم فعل على فاعل، وفي حاله تقديم الفعل على الفاعل في الماضي المركب بقدم المساعد على الفاعل. المساعد هنا افوار، يبقى افيفو اورجانيزي ان كونسير هيير. لي جارسون يعني الاولاد، ديزي الاولاد بيقولوا نو سوم، الاولاد دول مذكر، يبقى هياخد جمع مذكر هنا. Nous sommes de France. احنا بنكون من فرنسا. سو ماتا، هذا صباح، ما طونت عمتي بتمتلك، عندها ده انا غلط، احنا اتفقنا مع بعض ان افوار ملهاش معنى، يبقى في فعل بعدها يبقى ملهاش معنى، يبقى ديكوري، ديكوري زينت المنزل. احنا متفقين ان افوار ملهاش تبعي، فعل ما هوش وصفي. ما طونت يعني عمتي، خالتي، ريستي واخده تبعيه. تمام، فعل من الافعال 14. تمام، ياخد اتر قبل. اير امس منى افي، منى افي ليكورس يعني تسوقت. جان ولوغ بنتين هم اون انستالي لا ميوزيك. طبعا هنا لما بقول اون خدتها افوار، طبعا ما فيش تبعيه، فيرب انستالي مش من الافعال 14، فحابب واخد بالي منه كويس. داكور داكور. هنا بيقول لي سمتا، هذا الصباح، نادية ايه؟ نادية ذهبت الى السوبر ماركت. نادية دي مؤنث، تبقى تاخد تبعية، وهنا وجود اتر طبعا بيديني الصلاحية التامة ان انا ادي تبعية لاسم المفعول طالما ان الفاعل مفرد مؤنث. ال بصي واخدة تبعية او اس جمع مؤنث، تبقى تاخد اتر هنا. سون بصي على باتيسري، يعني مروا على محل الحلويات. اجوردوي النهارده، اجوردوي النهارده، الي بوروم هو رحل. بارتي طبعا مش هتاخد تبعيه هنا، عاديه خالص. مسيو فوزات مش هاخد تبعيه، عشان كلمه مسيو هنا الفو عايده على مفرد مذكر، لكن الفو اما تبقى عايده على مدام مفرد مؤنث تاخد تبعيه. ميزامي جمع مذكر تاخد تبعيه اس، جمع مؤنث ميكوبين كل دي فو، احنا بنتكلم عن فو اللي لسه شارحينها مع بعض، يبقى تاخد تبعيه اس زياده. ماميغ والدتي بريباري، بتستعد هنا بقى مش تجهز، بتستعد الحفله، يبقى سي بريباري. طب ليه انا رحت وخليتها تستعد؟ لان واخد تبعيه، واخد تبعيه بريباري مش من الافعال 14، يبقى فكر على طول ان هو فعل يزو ضميرين. طيب إير أمس علي رونتري، علي رونتري، علي عاد متأخر راجع. طبعا رونتري من ضمن الأفعال 14، فهياخد أدري كمساعد قبله. جولي إي موا، جولي وأنا، أون أميزي وأنا تبعية، بس أميزي فعل ذو ضميرين، لأنه لو قلنا أميزي مش من الأفعال 14. إير أمس منى إيت أريفي، وصلت طبعا علي كل إلى المدرسة. علي إي وبعدين أريفي تارد، يعني وصل متأخرا، يبقى هناخد أريفي بدون تبعية لأن علي مفرد مذكر. سارة سيليفي يعني نهضت، تو مبكرا، ده فعل ذو ضميرين.
هي مش بيفرق ازاي ما بين ان انا اخد اتر واخد تبعيه، بقى المفروض اخد اتر. طب اخد اتر ولا اخد سي على طول انه فعل ذو ضميرين؟ انا هاخد فعل ذو ضميرين، لان لو سالت نفسي سؤال هو اللي بيعمل ال 14 اقول لا، يبقى هو من ايه؟ من ذو ضميرين. كاسك فو بري، بري ده اسم المفعول من فيرب براندر، يبقى اخد افوار طبعا. ير امس بروموني على فات، يبقى سي بروموني يتنزه في الحر. لكن لو متى في الصباح علي ينزه كلبه، ينزه هنا مش فعل ذو ضميرين، يبقى اخد افوار لان جه بعد مفعول مباشر. هير امس الا انتريني سور، يبقى سانتريني بيتدرب، لكن هنا يدرب اللاعبين، هو يدرب اللاعبين. الفقرة اللي جاية طبعا انا بقول وبكرر ان انت لابد تقرا دول بعناية وانت اللي تقوم بترجمتهم واحدة واحدة كده. يعني انت بتحكي عن حدث في الماضي، يبقى اكيد هتستعمل باسي كونفوزي، جو سويز علي لا كومباني، انا ذهبت الى الريف، او جي في دو في تي تي، انا مارست ركوب الدراجات، جو سوي مونتي ا شيفال، انا ركبت الخيل، جو ناجي دون لو لاك، انا عمت في البحيرة. وخلي بالك من الازمان، لان جالك الموضوع اكتب في المستقبل غير اكتب في الماضي غير اكتب في المضارع. هنا بقى في اختلافات، بقى في طالب قادر على انه يمارس الجملة في الزمن اللي هو فاهمه كويس، وفي طالب بيكتب اي جملة وخلاص، احيانا يكتب بريزون، احيانا يكتب فيتير، وكالك فوا احيانا بيكتب طبعا باسي كومسي او باسي ريسون. بتتحدث عن دورك في تجهيز الحفلة، ان انا اشتريت الحلويات، ان انا احضرت البواسون المشروبات، انا زينت الصالة، انا اعديت الديجزمون اللي هي التنكرات. الحاجات دي مهمة جدا، هتجيلك في المواقف وتجيلك كمان في الكتاب. ياريت تقراهم بعناية وتقرا الصفحة اللي بعده وتقرا كمان الايميل والموضوعات. طبعا الموضوع ان انت تتكلم عن الانشطة في عطلة نهاية الاسبوع الماضية، خلي بالك من كلمة الماضية. في حفلة بقى، وانت يعني حفلة بقى قول لي الاستعدادات بتاعتها. الموضوع ده هام جدا، بيجي كتير عندنا وبشتغل عليه او في قطع كتيرة، فخلي بالك منه لانه موضوع مهم. ومش معنى ان انا ما قريتش الموضوع وما حفظتوش كويس معناها ان انا سيبه خالص، لا. حاول لو حفظته بنسبة 20% كويس، 30% افضل واحسن، وانت طالع لحد ما تبقى بيرفكت او بارفي زي احنا بنقول. تعال نشوف القطع كده بتقول ايه. هنا في القطع، ودايما حاول تقرا القطعه بتأني. طبعا ماريون بعت لإيلين بتحكي لها عن حفل عيد ميلادها وبتقول لها بونسوار، المفروض بونسوار دي في اول خطاب. ساميدي دورنيير، يعني يوم السبت الماضي، جي فيتي مي 17، يعني انا احتفلت باعوامي 17. مي بارون مي اون اوفير ان نوفو بورتابل، يعني والدي قدموا لي تليفون جديد، تليفون محمول، هاتف محمول يعني. سي سوبر ان بليس مون جران بير مي اوفير ان جانوار دي ان بون مار، ده رائع. وفضلا عن ذلك وزيادة على كده بقى، جدي قدم لي بنطلون جينز أسمر من ماركة جيدة. جانفيتي سان كوبين أباسي لسواغي على ميزون، يعني أنا دعيت خمس صديقات لقضاء السهرة. أنا مانجي دي بون بلا اي بيان سور أن جران جاتو تريبون، يعني إحنا أكلنا أطباق جيدة، وبالتأكيد طبعا جاتوهاية كبيرة كانت لذيذة جدا. جي ريغاردي اون تري بون فيلم، يعني انا شاهدت فيلم جيد جدا، دو الان ديلون، لالان ديلون ده اسمه ممثل، افيك مي كوبين مع صديقات. جيم بيان سات اكتور، يعني احب جدا هذا الممثل. الى جوي ان جران نومبر دو فيلم، يعني هو مثل كثيرا من الافلام. انسويت بعد ذلك نوزافو بافاردي اي كوتي دو لا ميوزيك، احنا اتكلمنا وسمعنا الموسيقى. نو نو سوم تري بيان اميزي، يعني احنا استمتعنا كتير. انفو اخيرا ميكو بين صديقاتي سون بارتي رحنا جي دورمي كونتون امينوي، يعني انا نمت سعيده في منتصف الليل. ده ماريون. هنا في اول سؤال بيقول لي ساميدي دورنير، يعني يوم السبت الماضي، ماريون ريغاردي اون فيلم، يعني ماريون شاهدت فيلم. طبعا افيك هي قالت انا شاهدت مع صديقاتها، صديقاتها اللي هي افيك سي كوبين.
Les parents, الوالدين, ont offert à Marion. يعني قدموا إيه لماريون؟ قدموا بورتابل طبعا اللي هو تليفون محمول أو هاتف جوال. Samedi dernier, السبت الماضي, Marion s'est couchée, نامت à minuit, منتصف الليل طبعا, سعيدة نامت. Le gâteau de la fête, يعني الجاتو بتاع الحفلة كان ديليسيو لذيذ. Alain Delon ده اسمه ممثل, l'acteur préféré de l'acteur préféré de Marion, يعني الممثل المفضل لماريون. ماريون افيتي سامدي دورنيير, طبعا هي احتفلت بعيد ميلادها سون انيفرسير. في القطعه اللي قدامنا الثانيه مكتوب طبعا نونت لو 25 اكتوبر, يعني نونت 25 اكتوبر, شير ماريي, عزيزتي ماريي, ما فاميتي باس لو بونجور, سورتو ما سير استيفاني, يعني عائلتي بتحييكم خاصه اختي استيفاني. En vacances dernières, في الأجازة الماضية, nous sommes partis à Cannes dans la voiture de mon père. رحلنا إلى مدينة كان في سيارة والدي. Le voyage à Marseille a duré 3 heures. يعني الرحلة لمارسيليا استغرقت 3 ساعات. Nous avons passé une bonne semaine, يعني قضينا أسبوع جميل. À Marseille, le temps est magnifique. في مارسيليا الجو رائع. On était في الصيف أو en hiver أو في الشتاء. Nous avons passé la journée à Niger, يعني قضينا اليوم في العوم. Là, هناك, j'ai fait la connaissance avec des copains samba de différentes nationalités. انا تعرفت باصدقاء لطاف, طبعا دو ديفرونت من مختلف الجنسيات, فرنسي, المان, انجلي, اسبانيول, فرنسيين والمان وانجليز واسبانيين. موا اي مي كوبا, انا واصدقائي, اون باسي لا سواري, قضينا السهره, افير دي سورتي, في الخروجات. اون في انسامبل دي برومونادا فيلو, وعملنا سويا نزهات بالدراجة على بلاج على الشاطئ. أنا بارلي دو لا ميوزيك, اتكلمنا عن الموسيقى, دو سبور عن الرياضة, دو سينما عن السينما, دو لا ناتير عن الطبيعة, أنا دي سيدي داليغ على كومباني, احنا اتفقنا الذهاب إلى الريف. أو أنا مانجي, حيث نأكل ونلعب مع الحيوانات ونمارس ركوب الخيل أنجرو في مجموعات. أبري سي كورت فاكونس, بعد هذه الأجازة القصيرة, ما فامي إموا, عيلتي وأنا عدنا إلى مدينة نانت. متنو الآن يجب أن أستعد للامتحانات, ووالدي يجب أن يعودوا إلى العمل. اللي كتب الموضوع ده ناتيلي. في هذا الخطاب ناتولي بتحكي عن أجازتها الماضية. ناتولي إيطالي على كومبانيا, ذهبت إلى ريف طبعا أفيك سي كوبين, مع صديقاتها على كومبان. ناتولي أفي, هم ركبوا الخيل طبعا, لعبوا مع الحيوانات وركبوا الخيل إلى آخره. ناتيلي قضت قدي في كان, طبعا هم قضوا اسبوع جيد. ان بون سمعين, هي قالت اهو احنا روحنا مع والدي, وطبعا الرحلة استغرقت 3 ايام, قضينا اسبوع جميل هناك في كان. ان سمعين, قضينا اسبوع. لا فامي دو ناتيلي, عيلة ناتيلي بتتكون من كم شخص, طبعا هي معاها أختها, فهم كاتر بيرسون, 4 أشخاص. طبعا هنا ناتيلي بتقول هي ذهبت بالسيارة طبعا بتاعت والدها. لي فاكونس, الأجازة, سي بور ساميزو, للتسلية. بابور ترافاير, ليست للعمل. داكور وباداكور, احفظ القطع دي كويس قوي, لان القطع دي مهمة عندك وهتقابلك بعد كده كتير. اقرأ هذه المقتطفات من منتدى لتلاميذ من مدرسة الثانوي لافونتان في مدينة نيس. لوي بيقول, بالنسبة لي انا متفق,
عندما أذهب إلى المدرسة جي ترافاي توت لا سومين، بشتغل طوال الأسبوع أثناء الأجازة. بحب أذهب إلى البحر بارتيكيو، لأن أنا بحب السباحة وطبعا بلون شافوال المركب الشراعي. جيم بكل التي بحب كتير الصيف والشمس. عني بتقول أنا بكره البقاء في المدينة مع صديقاتي وبحب أرحل في جيم بارتيراون، فما بحب أرحل في عائلة على كومباني إلى ريف نو. بس احنا بنقضي أسبوعين دون لا فيرما في المزرعة الجدي، وأنا بعشق طبعا ركوب الخيل، ولكن إخواتي بيفضلوا الذهاب إلى المزرعة وأنا بحب أستمتع وأعمل. تيو طبعا بيقول الأجازة سيبور ساميزير بتكون للتسلية. أنا متفق، أنا بكره أساعد في المنزل وإن أنا أطبخ، ده متعب. انا ما بحبش التسوق، ولكن ستري اميزون دو جوي كلوب من الممتع ان العب في النادي، وانا ضد العمل. الشباب بيشيتوا على النت لوصف الاجازة. طبعا لوي بيحب عمل ايه في الاجازة. لوي طبعا قال لنا ان انا بحب ان انا اذهب الى البحر وممارسة السباحة والرياضة عامة، يعني هو بيحب الرياضة، يبقى دي سبور. هنا تيو بريفير، تيو بيفضل ايه في الاجازة؟ طبعا تيو بيفضل انه يلعب في النادي. اني بتكره ايه؟ طبعا هي بتكره البقاء في المدينة لستيرونفيل. طبعا هنا في السؤال الاولاني في الاجازة اني بتقضي اسبوعين مع عيلتها طبعا، ولوي بيحب الذهاب الى البحر طبعا. القطعة اللي بعد كده ستيفيني بتقول بونسوار تي باسي ان بون جورنين، تقضيت يوم جميل. روبير بيرد عليها، ده ولد طبعا، بيقول لها وي انا قضيت يوم جميل في العمل. جي تروفي دو نوفو كليون، انا وجدت زبائن جداد. الور جي سوي كونتون، اذا انا سعيد. بور لو دينر للعشاء، ابيكو للعشاء معاهم يعني. وأكلنا قليلا، وترونش دو جامبون، قطعة من اللانشون وقطعة من الجبن وموز يعني. اتوا وانتي قضيتي يوم لطيف؟ قالت له اه انا اشتغلت في المكتبة الصباح. بوي ثم اتغديت عند صديقتي سوزان. هي قررت ان ترحل الى الصين. سيبور سيلالي، هذا هي حجزت في مركز لتعلم الصيني. افيك موا، معايا لكي تتعلم الصيني معايا. انا دعيت بنت عمي بريجيت وزوجها جوليان للعشاء. ايزون اكسبتي، هم قبلوا. قالت بالتاكيد انا هتصل بيهم تليفونيا، اتصلت بيهم تليفونيا هذا الصباح واقترحت عليهم التاريخ يوم 17، ده يناسبك؟ قال لها نعم. روبير اون بري لو دانا غافيك ديك اليوم، مع زباين في الشغل. بريجيت وستيفيني بيكونوا، طبعا بريجيت وستيفيني دول كوزين ولاد عم. ستيفيني ابروبوزي ابريجيت دو، يعني ستيفيني طرحت على بروجيت ايه انهم يتناولوا العشاء لبروندور لو دينر. روبير اباسي سا جورني اها، ادى يومه فين؟ في العمل طبعا. مين اللي هيسافر الصين؟ فاحنا قلنا سوزان هي اللي هتسافر الصين عندنا. وستيفيني اتغدت طبعا، هي اتغدت عند، هي قالت انا تناولت الغداء عند سوزان. الجملة ستيفيني اديجيني شي سوزان. في القطعة اللي قدامنا دي، ودي خاصة بالصح وغلط. شير ما شير مامو عزيزتي، ماما مون ماري فينسون زوج جي فينسون اي موا وانا نوزالو فينير سامدي، هنيجي يوم السبت بروشان القادم بروفيتير فوتر انيفرسير للاحتفال بعيد ميلادك. نوزالو فينير، نحن نوزالو فينير، سوف ناتي في القطار بارسكو لا فواتير دو دانيال اي تامبان، لان السياره بتاعت دانيال معطله. نوزالو بروندر، سوف ناخذ لو تران القطار دو نيفر من التاسعه، وسنصل عندكم في باريس فيرميدي، يعني في الظهيرة في منتصف. مونبير، والدي بو نو اتوندر ريغار، يستطيع ان ينتظرنا في المحطة. ني بريبار با لو ديجونو بارسكو نو فوز انفيتون بابا اي فو ريستورون، لا تجهزي الغداء
لأن إحنا بندعوكم بابا وحضرتك إلى المطعم. جي ريزيرفي إن تابل، أنا حجزت مائدة في المطعم، حجزت مائدة في المطعم اللي أنتوا بتحبوه اللي هو بون أبيتي، ده اسمه اللي هو شهية طيب. في ساعة ثانية نوز لو مونجي دي بواسون، هناكل سمك بعد الغداء. طبعا نستطيع أن نذهب إلى المسرح لرؤية مسرحية كوميدية. نوزا لو باسي الويكوند، هنقضي عطلة نهاية الأسبوع فيجو مع حضرتك. أنسويت نوبارتو سنرحل لمدينة نيس، حيث عندنا اجتماع هناك، اجتماع عمل مهم جدا يوم الاثنين. نوزا لو ريجانيي، هنعود إلى مارسيليا تو دو سويت أبري لا رينيو، بعد الاجتماع. طبعا يوم السبت مساء، يوم السبت مساء، لوسي بيدعو والدي إلى الذهاب إلى المسرح. طبعا لو رجعنا القطعة بسرعة بيقول إن احنا هنيجي يوم السبت مساء للاحتفال طبعا بالعيد، وفي المساء طبعا هنروح المسرح. دي جملة صحيحة. في المطعم هم هيتناولوا منتجات بحر، دي جملة صحيحة. القطار طبعا سوف يصل إلى باريس حوالي الساعة 9، لا ده هم هياخدوا القطار وهيوصل عندهم الظهر، يبقى الجملة دي خاطئة. فينسون بيكون أخو فيكتوار، هنا بقى هنحتفل بعيد ميلاد لوسي، دي جملة خاطئة طبعا. لوسي وفينسون عندهم اجتماع عمل في مدينة نيس. طبعا هو قال لي ان هم عندهم اجتماع، هيرحلوا لنيس لان عندهم اجتماع عمل يوم الاثنين، فدي صحيحه جمله. داكور، ده بالنسبه لي. اوكي، ميرسي، برافو، شكرا ليكم، والحلقات القادمه باذن الله نكمل فيها الدرس الثالث في الحلقه الجايه على طول. اورفار.